كيفاش وجهتيه؟ لان من الزاويه ديال الصحه الحمد لله انه حنا كنعرفوا اليوم الكفاءات ديالنا اللي كيجيو عليهم نفاد كيبغيو يستقطبوهم من جميع النواحي، جميع سميتو الاماكن ديال العالم، لان كيبغيو ياخذوا لنا الكفاءات ديالنا، لان كنكونوا 1500 طبيب 600 كتمشي لنا، انما عندنا نقص مهول، 32000 طبيب ناقصه، وما عنديش غير الاطباء، حتى الممرضين عندنا فيهم نقص كبير، 65000 ممرض ناقصه. اذا شنو خصنا نديروا؟ خصنا ناخذوا بعين الاعتبار النسبه اللي كتمشي لها، لان راه ما يمكنكش تحبس الهجره. امبوسيبل باش تحبس الهجره، ولكن خصك تاخذها بعين الاعتبار في اطار ديال التكوين. اذا خصنا نزيدوا من العدد ديال الناس اللي كيتكونوا، ولهذا الدوله قامت وكانت راهي مكتوبه في القانون الاطار 0622 انه خصنا نزيدوا من مراكز ديال التكوين، سواء ديال الاطباء او كذلك ديال الممرضين، ولهذا غيتحدث مراكز استشفائيه جامعيه ومراكز ديال التكوين على كل جهه، باش كل جهه غتكون على حسب الخصائص ديالها وعلى حسب المده الزمنيه اللي بغات تقصر، لا سواء بالنسبه للطب العام ولا طب الاسره ولا حتى الخاص حتى الاختصاص، وكذلك بالنسبه للممرضين. لان دابا اليوم الممرضين حتى هما ولاو كيتخصصوا، ما بقاش كل ممرض بوليفالون بوحده كتكفي، خاص يكون عندهم حتى هما كذلك كيتخصصوا في هذه المساله هذه. كذلك كاين واحد المساله هذا كذلك، هو ان خصنا نحفزوا الناس باش ما يبقاوش يمشيو لنا، ولهذا تخلقات الوظيفه الصحيه، وهذيك الوظيفه الصحيه جابت واحد الامتيازات جد مهمه، ملي غتدخل الاجراء ديالها غادي يولي الاغلبيه غادي يبغيو يبقاو هنايا، وكنفتحوا واحد النافذه كبيره، وهي اللي كانت من خلالها كانت اعاده النظر في القانون 131 اللي رجع 33 و21، اللي ولينا كنسمحوا للكفاءات الاجنبيه يمكن لها تدخل، وهذا الناس اللي بغاو يستثمروا اليوم في المغرب خصو يستثمر كذلك حتى في الموارد البشريه، ماشي يجي يدير الاستثمار فقط هنا، ولكن خصو يجيب لنا كفاءات. واليوم الامتيازات كاينه موجوده في اطار الاجراء ديال هذا القانون الجديد اللي جا، غادي يفتح لنا واحد ان شاء الله واحد الافاق كبيره مهمه باش حتى الاجانب يمكن لهم يخدموا. ونزيدون كذلك ان التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى هو نافذه غادي يمكن لها تحل لنا المشكل ديال الموارد البشريه، لان كاين تجهيزات وكاين استثمارات ولكن خصنا نخدمهم، اذا خاص ولا بدا التعاضد والتضامن ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. شكرا.